جاءت النعمة ورزقك الله سبحانه وتعالى ماذا تصنع؟ إذا الله لتبالي أهل نعمة الدنيا تبالي كذا رمز تشكر هذه النعمة تبالي الله برضه كذا كذا دنا رمز تشكرها كيف؟ كسرية كذا كذا تبالي دنا رمز بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. سمعنا بقولا أبنو يرده لي يقرأ ما نقول كي سجدتي بني عميلة نعمة حسين سجدتي بني عميلة ماتي الله أنو غرسا تسمع الله تكبر ماتي. باللسان تتحدث بهذا. دوسر طرفا دوسر نمبر ما عميلة أبنو تقول بورا أبنو زمان بورا تيو نعمة برتي بورا غرني. يسألك إنسان من أين لك هذا المال؟ يقول هذا من فضل ربي. يدي قصلي وني وني يو تبي لك كمان بعوني بورا كي وني وني الله تكبر ماتي. بالجوارح رأبنا الله ولا كسرى الله كتبت كتبنا منه لأن تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. أحنا جيوك عن غروس سوي الله كتبت كتبنا يعني تلي بروبرنه. يعني الآن مثلا نعمة المال تشكر بأن تصرف هذه الأموال في طاعة الله لا في معصية. जस्तो कसरी धन यदि कसरी धन कसरी धन छ भने त्यसको कृतज्ञता के हो भने त्यसले अल्लाहको बाटोमा खर्च गर्ने अल्लाहको पापहरु अल्लाह त्यस माथि त्यस धर्मबाट अल्लाहको पाप नगर्ने مرة أخرى نعيد اي ترجم اكو مرة أخرى فيني فيني عمي فيني عمي يوصل دوران شيء